تفتكروا بوليس؟ ده مفيش عسكري فيك يا مصر من امبارح. ربنا يستر. مساء الفل يا رجاله. مساء الفل يا دكتور. في حاجه؟ بقول لك يا دكتور، من غير زعل كده، الناس اللي انت مخبيها عندك جوه دي لازم تتسلم للجيش دلوقتي فورا. ليه يعني؟ بيقولوا في التلفزيون ان في عناصر اجنبيه مسيسه في البلد، فيهم اللي جاي من ايران وفيهم اللي جاي من اسرائيل، عايزين يولعوا في البلد كده، واحنا بصراحه ما يرضناش نمشي في خراب بلدنا يعني. لا مية مية رجاله، في دي ما اقدرش اقول لكم على حاجه، كله اللي خراب مصر طبعا. طب ما تيجوا اعرفكم على عناصر الاجنبيه المدسوسه. خشوا يا رجاله، خشوا ما تكسفوش. استنى يا رجاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا جماعة، أصلهم بيقولوا في التلفزيون إن العناصر الأجنبية دي عاملة زي المصريين بالظبط، بتتكلم زينا تمام وشكلهم شبهنا. طب طلعوا بطايقكم يا رجالة، ولا يمكن كمان تكون البطايق مزورة؟ عموما بصوا فيها مش هتخسروا حاجة، أعتقد التزوير مش هيخير عليكم. ولو جدعنا إن إحنا ناخد ناس ضيوف ونسلمهم وفيهم واحد مصاب، اعملوا اللي أنتوا عايزينه. هي كده كده الناس دي نازلة التحرير بكرة الصبح. الناس دي مش طايقة تقعد هنا لحظة واحدة. يا عين امك، يد تقريت، يد تقريت، عايز تودينا في 60 ده؟ الله يخرب بيت اليوم اللي شفتك فيه. معلش يا اسطى، والله غصب عني. غصب عنك ايه يا دي الطراوه دي؟ وبعدين ايه اللي دخلنا بالحته المقطوعه ده؟ انا غلطان اللي سمعت كلامك. والله شكله بيفك لوحده يا اسطى. هو ايه اللي بيفك يا احنا ايه اللي جبنا في حته مقطوعه زي دي؟ ما كنا ماشيين في الورس على الطريق. انا كنت نايم يا اسطى، ما خدتش بالي. اخرس يالا. حاضر يا معلم. الله يخرب بيت اللي خلفوك، هنعمل ايه دلوقتي؟ بروح هات المفك الصغير كده اما اشوف الفكين دول، يمكن مش واصله كهربا لل... السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في اي خدمه نقدر نقوم بيها يا اسطى؟ والله احنا ماشيين، العربيه بطلت منا فجاه ومش عارفين نعمل ايه. طب دور كده يا كابتن. روح دور ياض، روح. على اذنك يا اسطى. كنا ماشيين في امان الله، انا الغلطان، قال لي نكسر الطريق. دور تاني ياض. بس يا كابتن، اديني مفك والنبي يا اسطى. دور كده يا كابتن. عناية. دور ياض. حاضر يا معلم.
عليك. العربية كانت واخدة هوا يا اسطى. الله ينور عليك يا باشمهندس، روح ربنا يكرمك. اتفضل. بتعمل ايه يا اسطى؟ عيب كده؟ أنا بخدم وبس. يا هندسة ده مجرد شاي، خد. يا اسطى عيب مش القصد. بقول لك ايه؟ أنت طالع اسكندرية. احنا رايحين لحد برج العرب ان شاء الله. طب ما تاخدني في طريقك، انا بقالي 4 ساعات هنا محدش عايز يقف لي. ولو قعدت 4 اسابيع محدش هيقف لك ولا يقول لك انت بتعمل ايه. يا باشمهندس انت قاعد هنا في المزارع مش دريان بالبلد حصل فيها ايه؟ الدنيا قربانه. انت ما عرفتش ان في مساجين امبارح هيربوا من وادي النطرون ولا ايه؟ ان ما شفنا حد منهم ومعلمي طول ما احنا ماشيين. كان نفسي اتعامل بقى. اعمل ايه يا عم غور؟ واد عبيط من ساعه ما ادونا السلاح بقول لي يا اسطى لو شفت حد من المساجين اضرب عليه نار. ليه حق، يستاهل اكتر من كده كمان يا اسطى. اله يا رب كل المساجين اللي هربت تولع في ساعه واحده. الا يعني هو الهندسه جاي منين؟ انا اصلي شغال في المزرعه هنا يا اسطى عند واحد باشمهندس، وكنت بنزل اسكندريه يوم ويوم لا، ومن ساعة ما الدنيا ولعت وانا مزنوق هنا. بس بيقولوا ان الجيش نزل يعني وظبط الدنيا. يا عم والله ما عارفين اذا كانت اتظبطت ولا اتنيلت ب60 نيلة. كل اللي نعرفه من ساعة ما حصلت المصيبة اللي حصلت في البلد دي والمصنع اللي احنا شغالين فيه ادونا سلاح وقالوا لنا اتصرفوا انتوا مع نفسكم ولغوا وردية الليل، يعني احنا نروح في 60 داهية وهم يقعدوا مستريحين. بس البشمهندس يعني شكلك ابن ناس يعني ونضيف، ايه اللي يرميك الرابعه السودا دي؟ اكل العيش بقى يا اسطى. وحد لاقي شغل في البلد دي؟ شايف شايف يا ابن الفارما، شايف البواد بيشتغلوا ايه؟ انت بس عمال تشتكي ليل ونهار. نزل هاد الكابينه. شايف ليل ونهار. نزل امشي ياض ولم الزراديه دي ونزل الكابينه. اتفضل يا هندسه. اتفضل يا باشا. الله يبارك لك يا اسطى. مش دي كينج ماريوت يا اسطى؟ هي خلاص هان. طب متشكرين يا اسطى، انا هنزل هنا على جنب. ايه ما تستنى نقربك شويه كمان. معلش يا اسطى، اصل الراجل اللي انا شغال عنده عنده فيلا هنا في كينج ماريوت، فبدل يعني ما اروح وارجع له هنزل اديله المفتاح وهو يوصل لي بمعرفته. نزلني هنا يا اسطى. متشكرين. وليه يا عم؟ اصبر شويه، ننزلك قدام اي فاتحه يكون فيها توك توك ولا ميكروباص يوصلك لحد جوه. لا معلش يا اسطى، انا هتمشيها لحد هناك. شاكرين يا اسطى. يا جدع طب استنى نعدي الكمين. يا ابني لازم انزل هنا. انزل هنا. ايه هندسه؟ ايه يا عم مالك في ايه؟ اما شفت الكمين كده اتقلب كيانك يعني. ما تفهمنا ايه التيته؟